بتطول جامد على ما تجمع ولما تجمع. دي حاله جايه في الكتل على اساس المفروض في ديسيجن اوف ذا بافر، ما فيش الكتل فجاه في حته بسيطه اهي خلاص هتبقى كده داخله في الصحيان يعني. البافر ساعات تورم من رجليها كده كلها، وبعد شهر على ما تجمع نحتاج ان انا نعمل اوبننج فوق واوبننج تحت، انتم عارف الجراحه اللي هي كاونتر اوبننج عشان اصفي الايه، اصفي البص اللي موجود سكر. تمام يا محمود، الاوبننج اجمل يا حاج.